شيء ثالث، إهمال في الذهاب إلى الكنيسة. فصار القول السائد، طب ما خلص الوباء، هو مش خلص بالكامل بس ابتدأوا نسبيا أنه الناس ترجع للأمور الطبيعية، الناس تطلع لبرا، الرياضة، المطاعم، المدارس، إلى آخره، أيضا الكنائس. فاليوم أنت بدك بلدوزر عشان تنقل شخص أن يروح على الكنيسة. فالجواب بشكل عام، طب ما أنا بحضر الاجتماعات على الزوم وعلى الفيسبوك. وبننسى أنه إحنا الكنيسة العبادة، أنك أنت مش بس أنك تأخذ، أنت بتعطي، أنت بتروح على الكنيسة لأن الكنيسة غطى لإلك، غطى روحي، لأنه الكنيسة هي اللي بتباركك. وانت بتعبد الله، انت بتقدم عبادة، سواء في تسبيح، في ترنيم، في الكلمة، في عطائك، في العشاء الرباني، كسر الخبز، كل هذه الممارسات في داخل الكنيسة. فكتير ناس عم تهملوا هاي كمان، يعني صفة أو علامة من علامات الارتداد في آخر الأيام. والكاتب إلى العبرانيين شجع وحرض بالمحبة، يعني للتحريض بالمحبة والأعمال الحسنة، كما يقول في عبرانيين 10 من آية 24. ثم يواصل قائلا: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. يعني كلما اقترب مجيء الرب، المفروض أنه اجتماعاتنا تكبر والكنائس تتفتح، وأن ندخل اجتماعات ونكون بركة. طيب أنت لما بدك تتعمد وين بتتعمد؟ لما بدك تتجوز وين بتتجوز؟ لما بدك تتجنز وين بتتجنز؟ لما بدك بركة، ما هي الكنيسة المكان اللي بتصلي على المرضى عشان تشفى من المرض، وهذا شيء كتابي. والكنيسة هي اللي بتحميك وبتصلي لبيتك وبتكرس أولادك وكل هاي الأمور. فإذا التلفزيون أو التواصل الاجتماعي مش بديل، خد هاي ذي قاعدة. وإحنا أقدم برنامج في العالم، ومن اليوم الأول، يعني إحنا أول خدمة ميديا في العالم العربي، أقصد مسيحية، يعني إلنا أكثر من 38 سنة في هذه الخدمة. إحنا أسسنا الميديا، ولكن من اللحظة الأولى دائما أقول إنه غرض الله مش في التواصل الاجتماعي ولا في التي في ولا في أي وسائل أخرى، كل هذه ذراع للكنيسة. غرض الله هو في الكنيسة المحلية، قال يسوع: أبني كنيستي. فإذا كل هذه الخدمات اللي أنت بتسمعها حاليا وبتشوفها هي مش بديل. طبعا في حالات استثنائية، في ناس مرضى، في ناس ما بيقدروا يروحوا أو يتحركوا لأخره، أو في ظروف أنك بتحضر، كل الغرض أنه الناس ترجع للرب يسوع المسيح. لكن أحبائي، منشوف إهمال فظيع. يعني حتى بتكلم مع بعض الخدام بيحكوا لي أنه الناس اللي بيجوا على الكنيسة هم ناس جدد، حتى مش الناس اللي كنا بنعرفها أنه تيجي على الكنيسة، وكأنه يعني في فترة زمنية راحت، إسا في وضع تاني بيختلف عن الوضع الأول. يعني شوف، عشان أكون صادق، من ناحية بتشوف يعني في حركة غير مشهود إلها على التواصل الاجتماعي والفيسبوك واليوتيوب وكل الوسائل الأخرى، من عشرات الآلاف البرامج المسيحية. وهذا على فكرة مش خطأ، أنا بشجعه، وإحنا بنحتاج مش عشرات الآلاف بالحقيقة، بنحتاج إلى ملايين من البرامج المسيحية، لأنها وسيلة عظيمة جدا إنك توصل بالرسالة بدون ما حد يقتلك أو يهددك، مع أنه بيصلني صدقني آلاف التهديدات، لكن هذا مش يعني مش هو الموضوع. اللي عاوز أقوله أحبائي، هاي البرامج كلها ومحتاجين ملايين، ولكن أحبائي في شيء مهم جدا، أنه الكنايس هي الشيء المهم اللي بتخلي الرسالة تبث الرسالة. يعني في كتير منهم الكنائس ببث الرسالة، ما توقفوا، الاجتماعات توقفت، كان في منع انه اجتماعات في عدد قليل الى اخره، بس اغلب الكنائس، اغلب الكنائس فعلا كانت بتبث الرسائل
على الزوم، على التواصل الاجتماعي، استخدموا كل الوسائل التقنية الموجودة بين إيدينا حتى يوصلوا الرسالة للعالم، وهذا شيء جميل جداً.